يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: زوجتي ابتليت بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة حتى كادت تجن من هذا الأمر، وهي الآن تطلب الطلاق بحجة أن تريحني من هذه الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟ بحجة إيش؟ بحجة أن تريحني من هذه الأمور. عليك بالصبر، وعليها بالصبر والمعالجة، ويزول إن شاء الله هذا الشيء، يزول الوسواس، يزول المرض النفسي، يزول بإذن الله. أو إن كان أنه مس من الجن يعالج بالرقية والقراءة، وإن كان مرض نفسي يعالج عند الأطباء النفسيين، فلا تستعجلوا في هذا الأمر. نعم.